السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف تفصيلة كويسة جدا في موضوع التكييف. خلينا ندخل للإيديت الأول. وبعد كده هروح هنا للبيلدينج وأقول له افتح لي الاتشباك سيستم. فهو بيبدأ ملف يجهز ملف للاتشباك. تمام. ويبدأ يقول لي انت عايز اني تمبليت. تمام. او ممكن انا اجيبها منين؟ ان انا هاجي هنا هلاقي عندي في زرار هنا بيعمل لي اتشباك تمبليت سيليكشن، وتبدأ تختار بقى الشكل اللي انت عايزه. تمام. يعني مثلا عندك فان كول يونت 4 بايب اير كولد تشيلر، ولا عندك مثلا، طبعا انت بتختار الشكل وبعد كده تقدر تعدل فيه براحتك. تمام. يعني ممكن تختار اي شكل من الاشكال ديت. تمام. ممكن تدخل هنا وتشوف المعلومات اللي موجوده جواه. تمام. بس اللوكد لايبراري داتا مقفوله دلوقتي. تمام. بس انت تقدر تختار وتعدل في الحاجه بتاعتك انت. تمام. هقول له كنسل. اخترت مثلا ديت، هقول له اوكي. فهيبدا يظبط لي الشكل بتاعي على الاعدادات ديت. تمام. وتقدر طول ما انت شغال تضيف اي حاجه انت عايزها، تأدي جنرال اير لوب، ادي الدكت اير لوب. اقول له نيكست. هيبدا بقى يقول لي ايه الزون اللي انت عايز تشتغل عليها. اقول له تختار الزونات اللي انت عايزها، وبعد كده تقول له فينيش. فيبدا يجهز لك الاتشباك سيستم بتاعك، وبعد كده تقدر تعدل انت زي ما انت عايز، تقدر تضيف زي ما انت عايز، تقدر تدخل هنا وتشوف الجزء دوت هو عمل لك عليه تحديد اهوت اساس ايه، تقدر تعرف ايه المواصفات بتاعته وتقدر تعدل فيه زي ما انت عايز، زي ما هنشوف بعد كده في الدروس اللي جايه ان شاء الله. تمام. دي الرموز اهي، تقدر تفتح كل واحد فيهم وتشوف الخصائص بتاعتها، وتقدر تعمل ايديت لكل عنصر منهم. تمام. وتعرف الحاجه اللي مناسبه للمشروع بتاعك.